me in والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم اخوتي اخواتي لقد قناتكم قناتكم قناة بي مرحبا بكم اخواتي من جديد واليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا عندك على كيف تحصل على الشخصية ديال الوك يا صديقي وفي هذا الاخر شفنا لعبة فري فاير في التحديث الاخر يا اساطير ضافت عديد من الشخصيات ولكن لكل الاسف يا اساطير شخصية الوك ما حطتهاش هذا هو الديفول اللي دارت لعبات فري فاير معنا في هذا التحديث هذا كخصنا الدراري تعطينا الشخصية ديال الوك واش فهمتوا راه هي في هذا الاخر حطت بزاف ديال الشخصيات وانما احتكرت علينا بشخصيه واحده وهي الشخصيه ديال الو كحيدت الشخصيات اللي حطت في هذا التحديث هذا الجديد كحيدتهم كاملين وحطت لنا الدراري شخصيه واحده فقط واش فهمتوا غير ألوك المهم العشره خوتي خواتاتي ثلاثه الكومونتيرات اللي وصلوا اكبر عدد من اللايكات على شحال من 500 الواحد وما كرهتكمش يا خوتي يا خواتاتي هذا الفيديو هذا وصلوه ل لايك في اسرع وقت اصدقائي وكما قلنا اخوتي ما كرهناش هاد اللعبه فري فاير تعطينا آلوك فابور انا واخا عندي الوك الدراري راه راه كاين بزاف ديال الاشخاص كيسالوني اخي زهير كيفاش نجيبو الشخصيه ديال الوك وكيفاش نحصلو عليها وخاصنا الوك وزيد وزيد كنشوف بزاف ديال الاشخاص خاصهم الوك و... ولعبة فري فاير كتحتكر علينا كما شاهدتوا اخوتي كما معنا في هذا الفيديو الدراري راه حطت بزاف ديال الشخصيات وانما الوك احتكرت علينا اخوتي هاد فري فاير وصافي والله العظيم اخوتي المهم الدراري كاين واحد الطريقه اللي زوينه بزاف يمكن لك تحصل عليها على الشخصيه ديال الوك وتحصل عليها على العديد من الاشياء في لعبه فري فاير بدون تاكير هاد لعبة فري فاير يا اصدقائي كاين بزاف ديال الطرق وان شاء الله في هاد الفيديو هذا غنتكلموا على بعض الطرق اللي تقدر تحصل بهم على شخصية الوك ولا شخصية اخرين اللي كيتباعوا في لعبه فري فاير ولكن اخوتي اخواتاتي الا كنتو لي اول مره كتشاهدوا قناه بيبو جي دي في ما تنساوش معنا وتفعلوا خاصيه زر الجرس باش تبقى يوصل لك كل ما هو جديد قناه بيبو جي دي في الدراري كما كتشاهدوا ضافوا لنا هنا الشخصيه ديال بين شخصيه ما بهاش وانما نتوما عارفين اخوتي العشرة هما اللي كيعجبهم هذيك كما كي كتشاهدوا العشرة باقي الله اللي صرجينا هذه اللعبة باقي ما باقي ما هذيك شي وهنا تشي شي حاجة ما حطوا لنا بجولد يا اصدقائي حتى شي شخصية اللي إذا تقول زعما الوك الوكسينا راه يحطوه بجولد ولا شي حاجة إذا خوتي احنا كنستناو ونشوفوه على الله شي نهار يحطوه للدراري والعشرة الناس اللي ما عندهمش تا هما يستافدوا من هاد الميزات اللي الوك وماشي شي حاجة اللي زوينه فيها شي ميزه اللي زوينه الدراري وانما شويه وصافي ماشي شي حاجه اللي كيحدث كنلقى تلقى بزاف ديال الدراري كيقول لي خاي الزهير وكذا شحال من واحد عاوتاني انا يعني ان شاء الله باذن الله غير تري قال لعب العجيب ونعطيوه نحصلوه ونشحنوا له ويحصل على هذا الوك ان شاء الله الدراري المهم كما كتشاهدون اخوتي هذا العرض هذايا يعني كاين فيه واحد السلاح اللي مزيون الدراري المهم ننصحكم ديما تدخلوا لعبه فري فاير ولا بالعجيب وعككم من هذه العروض الدراري المهم هاد العروض الدراري ما تخليهمش يفوتوا عليكم حيت كينزلوا فيهم شي طرق وزوينين هاد العروض هادو من بعض الساعات وصافي آه المهم هنا كما كتهدوا عندنا هنا هاد الصندوق هذا المهم شي حاجه اللي ماشي نقولوا اسطوريه انما شي شويه وصافي يا خوتي ماشي شي حاجه اللي واعره كتبان لي انا أخوتي يا خواتاتي والله اللي معايا في هذيك الكومونتير الدراري وهنا أخوتي عاوتاني وهن حطوا لنا هنايا هاد البطاقات وحطوا لنا هنا هاد الشيء ديال البنت فقط المهم هنا عاوتاني كيما عارفين هاد اللاعب العجيب كيفاش كيتجبد كي وهنا خوتي ها نتوما عارفين الدراري و المهم ماشي شي حاجه اللي حطوا واعره قلت لكم الدراري راح احتكروا علينا في هذا التحديد هذا ما حطوا غير شخصية حطوه. ما حطو ديها الشخصيه ديال الوك الوك خاصهم يحطوها كيما كتشاهدوا معنا حطوا بزاف ديال الشخصيات هنا الدراري وانما احتكروا علينا في الوك اخوتي والله العظيم نحتكروا علينا في الوك اخوتي الله ولكن ان شاء الله كاين بزاف ديال الطرق اللي يمكن لك تحصل ماشي غير على الوك تحصل على العديد من الاشياء الدراري راه كاينين الطرق ماشي ما كاينينش يمكن يعني لك تحصل على عديد من الشخصيات المهم الدراري كنصحكم بهذه الشخصيه هذه دايت المهم اللي ما عندوش يدي يمشي هذيك من هذا العرض هذا يا خوتي يمشي ياخذها من هذا العرض هذا العرض هذايا ولا الشخصيه ديال البوكس ديال التايلاندي ديك اللعب العاجب المهم هذو موجود الشخصيات اللي كنصحكم بهم اخوتي وشخصيات زوينين اللي مثلا يا تقول بنات الدراري <applause> البنيتات تا هما كنصحهم بهذه الشخصيه هذه راه زوينه عاوتاني راه عندها داك الشيء ديالها بريكل ايوا اخوتي كما كتشاهدوا هذا هو التحديث وهذا الشيء اللي ضافوا لنا فيه وكما قلت لكم راح احتكروا علينا معلش ما حطوا شي شخصيات ديال الوك أه خصهم يحطوها الدراري والله العظيم خصهم يحطوها الدراري في الكومنتات فجروا لنا الفيديو بلي باش يوصل الشركة باش تسمع اللي كاين اخوتي والله العظيم خصهم يحطوا هذا ش... هاد الشخصيات الوك المهم الدراري خلينا مع هذا كامل اخوتي اخواتاتي وراه كاين بزاف ديال الطرق اللي يمكن لكم تحصلوا على شخصيات في لعبه فري فاير بدون تهكر فري فاير كما قلت لكم على وتحصلوا على جواهر وتحصلوا على العديد من الاشياء في هذه لعبه فري فاير المهم دخلوا في هذا الموضوع هذا اخوتي وخليك معايا صديقي ما تزابي والو في الدقيقه هذه باش تفهم الطريقه كيفاش يمكن لك تجيب بعض الشخصيات ولا كيفاش تجيب بعض الاشياء في هذه لعبه فري فاير بدون تهكر فري فاير وتحصل على شخصيه طالو ولا تحصل على جميع الشخصيات كما وعدتكم الدراري ان شاء الله عاد نبقى نجيب لكم شي حاجه اللي ثابته في هذه القناه لما كتشي شي حاجه ثابته ومثبته راه ان شاء الله ما ندوزوهاش يا أخوتي افكار ان شاء الله نبقى لكم على شي افكار جداد باذن الله اللي تنتوما عاود تشحنوا بهم فري فاير وهنا خوتي في الماكينه هذه خوتي كيما خواتاتي كيما كتشاهدوا ما عنديش الحظ مره قريب نوصل ل 200 الف وشي حظ ما وكاين اخوتي كيما كتشاهدوا وخليها هذاك صافي هاد الدراري والله العظيم الحظ هنا بعدا في هذه الماكينات راه ما عنديش ما عنديش الدراري والله العظيم أه... تاعك عيك هنا ناقص اخوتي ماشي زعما راه قالت ديك الشخصيه البنت عيت ما نضرب عليها واخا انا كيما كدار ما طلعتش يا اخوتي وعاوتاني هذا كيما كتشاتو قريبا نوصلو 200 لفه ولعبة فري فاير مازال كتحتكر علينا اخوتي مارون ماشي علاش هاد الستوري هادي غير واش غير معايا انا ولا مع جميع الناس والله ما تعرف اخوتي اخوات المهم خلينا مات هذا الدراري العشرة اللي فهم انا كنصحكم بواحد التطبيق اللي شحال هادي نصحتكم به ومازال كنزيد نصحكم به الدراري والله العظيم راه بزاف ديال الاشخاص كيشحنوا به جواهر في لعبه فري فاير وكيحصلوا على جواهر وكيحصلوا على شخصيات فري فاير بدون تاكيرات فري فاير كنصحكم الدراري تمشيو تيليشارجيو التطبيق ديال الهواوي واش فهمتوا اخوتي التطبيق ديال الهواوي يمكن لكم تشحنوا منه فري فاير ببلاش يا اساطير وخوتي خواتاتي اللي ما فهمتي الاستراتيجيه ديال الهواوي راح نلوح بزاف ديال القناه في, في قناه بي بزاف ديال الفيديو راح دوزوا اليوم وشوفوا وصنتوا راح تفهموا ان شاء الله باذن الله خوتي خواتاتي ما كراتكمش كاملين دوزوا الانستغرام واللي ما فهمش شي حاجه تواصل معايا في الانستغرام غنخلي لك في اول تعليق يا صديقي تواصل معايا في الانستغرام ولا بغيتي يا صديقي تاني التطبيق باش تحمل هواوي راح غنخلي لك عاوتاني اسفل الفيديو بلاي ستور ديالو دوز حملها والسلام عليكم وخوتي